احكي لنا شويه شلون بديتي هذا البزنس. انت اليوم عندك صالون، صالون ساره معروف كلش ان شاء الله، حاليا صالون، بعد فتره قليله مركز، مركز تجميل. يعني عندك تقريبا 2.7 مليون فولور على الانستغرام، السناب والفيسبوك هم ب مليون تقريبا. هوايه كلش تابعوك ويتابعون شغلك، رغم انت مقله بنشر صورك او حياتك او هاي، يعني ناس تتابعك على مود شغلك. شغلي بالضبط، انا ما احب انشر حياتي، احب يكون الناس تشوف شغلي اكثر من حياتي. شلون بدأ وياك البزنس؟ فكرة إنه أنا أريد أصير خبيرة تجميل. أنا رسامة قبل كل شيء، كلش أعشق الرسم من أنا وصغيرة. كنت دائما إنه صديقاتي مثلاً أقربائي ألزمهم ومكيجهم، شلون أعتبرهم لوحة، يعني كلش أحب الرسم. فمن خلال الرسم حبيت فكرة المكياج، يعني كنت كلش خايفة من هالمجال وإنه صعب، وإنه البنية مجتمعنا شوية بالنسبة لهالمجال هذا صعب، يعني ناس تخاف منه. بس أنا كنت كلش مترددة، بس بنفس الوقت يعني حسيتها كلش خطوة جريئة إنه قدمت لهالمجال أو صرت بي أو تفاجأت إنه لقيت نفسي شي ورا شي دا أصير أقوى 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 أقوى. وصلت المرحلة أشوف نفسي إنه كل مشكلة أو كل فد شغلة بالاختصاص مالتي إلها حل، ما عندي شي صعب. شلون بديتي؟ يعني هل بديتي مثلا مشروع صغير من البيت او لا؟ انا ما بديت بمشروع صغير، انا بديت ويا مراكز مشهوره بالعراق، كنت اني الزم لهم المكان، يعني واحد من المراكز باربي، كانت الدكتوره رفيف الله يرحمها، كنت اني يعني شلون اقول الاقوى شيء عندهم، البرايفت مالتهم، باريدو، يعني انا كنت همين هناك كلش اسم كبير عندهم، وهي مراكز يعني انا اصلا طلعت من اريدو. اوكي. اي ف يعني شفتي وسويتي بزنس وحدك؟ بعدين انه كنت كلش خايفه انه اسوي بزنس وحدي، يعني انه هواي امور كانت تخوفني. انه اسوي بزنس وحدي، بس شلون هي صارت صدفه ويا انسانه خلتني افتح هالبزنس، بس هي اذتني. شلون اذتك يعني؟ يعني مثلا ساعدتني انه هي كانت مو مساعده منها، كانت انه حابه انه يعني براسي تصير تستغلني. بس هي اللي حبيته انه هي صح صارت براسي وصح اذتني وصح انه خلتني اخسر مبلغ كلش قوي، يعني فوق الممكن. معروفه هي؟ لا، انسانه عاديه، جابت عروسها، كانت انا اشتغل بمركز، جابت بنتها يمي، فمن شافت شغلي تفاجئت، قالت لي ماكو هيك انسانه، ما شافت لحد انا هيك ميك اب رسم، هذا فن. فظلت تلح علي، تركي المركز خلنا نشتغل، تركي المركز خلنا نفتح، انت حرامات، انت جوهره، انت ما ادري شنو. والله اني صراحه من فتحنا، يعني هي اصلا وعدتني بشي مركز ضخم، وصار صالون عادي بشقه عاديه بمكان عادي، بس هو ربك من يريد يرزق الحمد لله والشكر. صارت هاي البدايه، صارت البدايه، وتفاجئت بالبدايه مالتي. يمكن انه اني اللي سويتها خلال شهر والحجوزات اللي جتني يعني صدمه، والاموال اللي كسبتها هم صدمه بذاك الوقت. طبعا الله يزيدك ساره، انت تستاهلين.